اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي الشهيد الخالد الزكي زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي ووالدي ومن أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام على فاطمة الزهراء عليها السلام. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة عليهما السلام. السلام على الأئمة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك أيها السيد الزكي الولي. السلام عليك يا زيد بن علي. أشهد أنك قد جاهدت في سبيل ربك صابرا محتسبا، لم تأخذك في الله لومة لائم في نصرة شرع جدك المصطفى، فأعلنت الدعوة وحاربت الفجر. السلام على من سماه رسول الله زيدا قبل ولادة أبيه زين العابدين وبكى لأجله. السلام على من قال فيه الإمام الصادق عليه السلام إن عمي زيدان كان مؤمنا وعالما وصدوقا، مضى هو وأصحابه شهيدا كالشهداء مع أمير المؤمنين. وصلوات الله على روحك الطاهرة. السلام على من أصيب بالسهم في جبهته فكانت فيه شهادته. السلام على رأسك المصلوب بالشام وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام على جسدك المصلوب بالكوفة 4 سنين وقد ظهرت منه البراهين.
السلام على من قال في حقه الإمام الصادق عليه السلام: إن عمي زيد في الجنة، والشامت بقتله شريك في دمه. أتيتك يا مولاي عارفا بجهادك وحرمتك ومنزلتك عند الله، مؤمنا بما دعوت إليه، محاربا لمن نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام وابنه الحسن عليه السلام، والعن العصابة التي قاتلت الحسين عليه السلام، والعن قتلة الأئمة المعصومين، والعن قتلة زيد بن علي عليه السلام، واخزهم يوم النشور، وأصلهم حر نارك، ولا تغفر لهم أبدا يا مولاي. إني وقفت في مقامي هذا أبغي رضا الله تعالى بموالاتي لكم والتوفيق لما دعوتم إليه، فكلي شفيعا عند الله يا وجيها عند الله. اللهم أتوسل إليك بحق محمد وابنته الصديقة الزهراء ووصيه المرتضى وأبنائه المعصومين، وبحق وليك زيد بن علي أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن تكشف كربي، وأن تقضي حاجتي، ولا تخيب سعي ورجائي من شفاعة الأئمة الطاهرين، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والفاتحة تسبقها الصلاة على محمد